بكم مشاهدينا الكرام في هذا المساء نطرح عليكم ملفان وهذه عناوينهما. تزامنا مع تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز الحيوي بسبب العقوبات الأمريكية، مناورة عسكرية روسية إيرانية في بحر جنوب إيران، والدول الخليجية تنظر بقلق لتهديدات القادة الإيرانيين. معارك عنيفة تدور بين القوات الموالية لحفتر وحكومة الوفاق الليبية. الأمم المتحدة تحذر من انهيار الأوضاع الإنسانية في طرابلس، وروسيا وأردوغان على خط الصراعات الإقليمية والدولية في الأزمة الليبية. متكررة هي التهديدات الإيرانية حول إغلاق مضيق هرمز الحيوي، تهديدات تتزامن مع قرب دخول العقوبات الأمريكية على كافة الدول المستوردة للنفط الإيراني حيز التنفيذ. تصريحات إيرانية تأخذها بعض الدول وأبرزها الخليجية على محمل الجد، فالكويت عبر وزارة خارجيتها حذرت من مغبة اشتعال الأوضاع، مطالبة بالهدوء والتحلي بالصبر قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بالمضيق. تلاسن كلامي يتعاقب مع التحضير لمناورة عسكرية روسية إيرانية في المنطقة المائية الجنوبية لإيران، أي بحر الخليج العربي. مناورة عسكرية تتزامن مع التلويح بورقة استعمال الأساطيل البحرية في إغلاق المضيق وتأزيم الأمور. فيما تتواصل الضغوط الاقتصادية على إيران، تزداد علامات الاستفهام حول أثر ذلك على مستقبل البلاد والمنطقة. فإيران على لسان هيئة أركانها محمد باقري هددت بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت من تصدير نفطها. باقري قال إنه إن لم يمر نفط بلاده فلن يمر نفط دول أخرى، في إشارة لدول الخليج والتي يعد مضيق هرمز شريانها الرئيس لإرسال شحناتها النفطية. التلويح الإيراني أثار مخاوف تلك الدول ومن بينها الكويت، التي عبر وزير خارجيتها عن قلقه إزاء هذا الأمر. تزامن هذا مع اتهام وزير الخارجية الإيراني كل من السعودية والإمارات وإسرائيل بدفع الولايات المتحدة نحو تركيع بلاده، وهو ما يأتي بعد إقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن الاتفاقية النووية. لقد توجهنا إلى المجتمع الدولي بنوايا حسنة، توصلنا إلى اتفاق مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة وست قوى أخرى. الرئيس ترامب وافقت لأنه لا يحب أوباما، هجر الاتفاق ببساطة ودون أن يقرأه. الشعب الإيراني بدأ يرى ويشعر أن التزام الولايات المتحدة بلا قيمة. يتواجد مضيق هرمز بين الحدود البحرية لإيران وسلطنة عمان، ويفصل بين المحيط الهندي وخليج فارس، علما أن مياهه تعتبر مياها دولية. إن نفذت طهران تهديدها فليس لديها القدرات على إبقاء المضيق مغلقا لفترة طويلة بحسب خبراء، لكن في كل الأحوال قد يؤدي هذا إلى صدام عسكري بينها وبين الدول الخليجية والقوات البحرية الأمريكية المتواجدة هناك. حول ذلك انضم لنا في الاستوديو دكتور مئير ليدفاك رئيس مركز ألاينس الدراسات الإيرانية. مرحبا بك معنا دكتور مئير. من الرياض انضم إلي عبر خدمة سكايب المحلل السياسي السعودي السيد عبد الحميد الغبين. مرحبا بك سيد عبد الحميد. وعبر استديوهاتنا من لندن ينضم إلينا سيد موسى الشريف الخبير في الشؤون الإيرانية. مرحبا بك سيد موسى. أبدأ معك، كيف يمكن أن نقرأ هذه التهديدات المتكررة من قبل الجانب الإيراني حول إغلاق مضيق هرمز؟ منذ أن وقعت الولايات المتحدة الأمريكية على العقوبات المفروضة على إيران، هددت طهران بإغلاق هذا المضيق مرارا وتكرارا، ولكن التوقيت الآن يتحدثون عن عقوبات أمريكية قريبة ستدخل على كافة الدول المستوردة للنفط الإيراني. هل يمكن القول بأن هذه التهديدات جدية في نهاية المطاف؟ تحياتي لكم أستاذي الكريم ولمشاهديكم الكرام ولضيفيك المحترمين. حقيقة التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز هي ليست الأولى لها، يعني سابقة طويلة، يعني من الثمانينات منذ الحرب الإيرانية العراقية، عندما ابتدت الحرب العراقية الإيرانية وبدأ العراق يضرب البواخر النفطية الإيرانية، البوارج النفطية، فكانت إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز، وحاولت يعني عدة مرات أنه يعني تقوم بعمليات ابتزاز بينها وبين القوات الأمريكية، لكن خسرت الولايات المتحدة آنذاك. يعني بالثمانينات صار هناك بعض الاصطدامات الصغيرة، وإيران حقيقة يعني لحقت بها خسائر كبيرة، منها سقوط الطائرة الإيرانية، يعني صار اصطدام بين الإيرانيين والحرس الثوري آنذاك بين الأمريكان عفوا. فبالتالي أعتقد هذه التصريحات النارية هي تذكرنا بتصريحات وزير الثقافة والإعلان العراقي
يعني ليس لها وجهة عملية ولا يمكن لإيران ليس بمقدورها أن تغلق هذا المضيق الذي يعني يعتبر مضيق حيوي لكل الدول المصدرة للنفط وللعالم. يعني نعم. هذا المضيق ليس مضيق هو لإيران حتى إيران تتحكم به، هو مضيق يعتبر من المياه الدولية. طيب سيد، لكن نعم. المشكلة الآن الضغوط على إيران هي التي تجعل من إيران أن أن أن, أن يعني تطلق هذه التصريحات وهذه التهديدات بين الحين والأخرى، فبالتالي لا أعتقد عمليا تستطيع إيران إغلاق هذا المضيق. طيب سيد الغبان، أنتقل إليك، كيف تقرؤون في الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية في التحديد هذه التهديدات المتكررة؟ مضيق هرمز بالنسبة للدول الخليجية هو مضيق مهم وحيوي جدا حتى بالنسبة للنفط العالمي فيما يتعلق بهذه القضية. أكثر من 80% من الإنتاج السعودي وحتى الخليجي للنفط يمر عبر هذا المضيق. نعم، مساء الخير. بالنسبة طبعا معروفة إيران يعني تطلق تهديدات، لكن على أرض الواقع لا تستطيع أن تفعل شيء. أولا هذا المضيق مهم واستراتيجي ليس فقط لدول الخليج وإنما العالم أجمع، لذلك لا يمكن أعتقد أنه يسمح لها بأي حال من الأحوال بأنها تنفذ هذا التهديد. أيضا لا تملك القدرات العسكرية التي تمكنها يعني من فرض إرادتها. ايضا من ناحيه الدول الخليج يعني لا شك ان ننظر بقلق ونحن نبحث عن الاستقرار بشكل عام. يعني دول الخليج دائما اهدافها وبالذات بشكل خاص المملكه العربيه السعوديه الاستراتيجيه هي دائما البحث عن السلام والاستقرار للمنطقه لاهميتها للعالم. وايضا المملكه الحمد لله تملك القدرات العسكريه سواء كان من ناحيه القوات البحريه او حتى الجويه التي تستطيع ان تحمي صادراتها النفطيه ضد اي تهديد سواء ايران او غيرها. لذلك اتصور انه ايران لن تستطيع ان تتجاوز الا يعني هذه التهديدات من اجل الحصول محاوله الحصول على بعض المكاسب. واعتقد ان ايران اليوم تمر في مازق حقيقي، واليوم هي امام مواجهه يعني او معنى مواجهه الحقيقه، وهذه الحقيقه تفرض عليها انها لابد ان تخضع للاراده الدوليه ومعنى ادق ان تنهج نهج السلام وتتخلى عن برنامجها النووي اضافه الى تهديدها جيرانها. واعتقد ان الرساله واضحه، واذا لم تخضع ايران اتصور انه هناك سيكون عمل عسكري كبير جدا ضد ايران للحد من خطورتها. نعم، وبهذه النقطه انتقل الى دكتور مئير، هل العمل العسكري مطروح في نهايه المطاف فيما يتعلق بهذا الملف؟ يعني أن تقوم بتصفير النفط الإيراني هي ليست بقضية سهلة، ويتؤثر بشكل أو بآخر على إيران جملة وتفصيلا حتى فيما يتعلق بالعمل الاقتصادي المهم والأوضاع المعيشية في المدن الإيرانية. هل برأيك هناك احتمال لمواجهة أو عمل عسكري في نهاية المطاف إذا ما ضغط على طهران فيما يتعلق بهذه النقطة؟ سكنا قيام الخطر القائم للمدى البعيد، ولكن أعتقد أن الإيرانيين تقنيا يستطيعون إغلاق مضايق هرمز. سياسيا سيكون هذا انتحار بالنسبة لهم. كل الاستراتيجية الإيرانية هو عزل الولايات المتحدة بمواجهة بقية الدول في العالم. في حال أغلقوا مضايق هرمز هذا سيوحد جميع دول العالم ضدهم، لذلك فهذا خطأ أن يقترفوه. لذلك صحيح أن الإيرانيون والأمريكيون موجودون في حالة تصعيد آخذة بالتزايد والتي قد تؤول في نهاية المطاف إلى مواجهة عسكرية. كنا أرجح أن لا أي من الجوانب لا يرغب بالمواجهة العسكرية. بالنسبة للولايات المتحدة لإيران، للولايات المتحدة هي خطأ استراتيجي، وترامب لا يرغب بالحروبات، وأخرج الأمريكان من الأمريكيون من الشرق الأوسط. بالطبع أن هذا عبء كبير على الاقتصاد الإيراني. هذه العقوبات تشكل خطرا، لن تشكل خطرا على الاستقرار في إيران، ولكن تشكل خطرا كبيرا. ويدير الحديث عن على أن التضخم سيزيد لنسبة 50% في السنة. لذلك فإن الإيرانيين يمكن أن أقول أنه بخطوات دبلوماسية يردون زعزعة الوضع كي يردع الأمريكان من المضي قدما هذه الخطوات، ولكن لأجل الامتناع عن هذه الخطوات. ولكن حتى إغلاق المضيق الدرب طويل. نعم. جدا. سيد موسى، أنتقل إليك فيما يتعلق بهذه القضية، هل بمقدوره بإمكان إيران في نهاية المطاف أن تتحايل أو أن تلتف على هذه العقوبات الأمريكية القريبة على جميع الدول المستوردة للنفط الإيراني وأبرزها الصين؟ نتحدث أيضا عن كوريا الجنوبية، عن دول أوروبية أيضا.
إيران طبعا تتباهى، وقال روحاني بعظمة لسانه إننا فخورون يعني الالتفاف على العقوبات. يعني إيران لن تخفي هذا، إيران تحاول أن تلتف على العقوبات، لكن الأدوات الآن هذه المرة الأدوات ضعيفة جدا بيد إيران. إيران تحاول من خلال استيلائها على العراق يعني تلتف على العقوبات، تحاول من خلال علاقاتها ومن خلال يعني من خلال تركيا يعني تلتف على العقوبات، ولكن العراق وتركيا هذه المرة الولايات المتحدة ضغطت على الدولتين، وهناك صراع بين الدولة العراقية، يعني داخل الدولة العراقية هناك من يقول علينا أن نلتزم بالعقوبات وبالقوانين الدولية المفروضة على إيران، وهناك من يقول لا، يعني نحن لا ناقة لنا ولا جمل مع الصراع بين أمريكا وإيران. لكن بنهاية المطاف العراق لا يستطيع أن يستغني عن الولايات المتحدة ولا تركيا التي هي بحلف الناتو ثاني دولة عسكرية من بعد الولايات المتحدة، هذا الحلف الكبير، وإذا تركيا لا تفرط بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وإذا فرطت بالعلاقة مع الولايات المتحدة علشان إيران حقيقة هي التي ستخسر خسائر كبيرة. وشاهدنا يعني توتر قليل بين تركيا والولايات المتحدة أضر بالعملة التركية إلى ما لا نهاية. فبالتالي لا أعتقد هذه المرة إيران تستطيع أن تلتف على العقوبات كما كانت تفعل بأيام أحمد نجاد. ولا تنسون أيام أحمد نجاد كانت كثير من البلدان ما زالت مع إيران، وكانت الولايات المتحدة ليس حاسمة كما إدارة ترامب حاليا. كانت الولايات المتحدة تقضي الطرف عن إيران وما تفعل إيران وما تلعب بالمنطقة من تدخلات السافرة في شؤون الدول، يعني في سوريا، في اليمن، في لبنان، في البحرين، كانت يدها طليقة للعبث في المنطقة. لكن الآن الإدارة الجديدة الأمريكية لم تسمح لإيران بالعبث في المنطقة، وبالتالي العقوبات صارمة ودقيقة ولا يمكن لإيران أن تلتف عليها حقيقة. طيب سيد الغبن، أنتقل إليك. عن أي استراتيجية سعودية نتحدث؟ في البداية في ملف النفط شهدنا استعداد سعودي وإماراتي وخليجي بشكل عام بسد النقص فيما يتعلق بالإنتاج النفطي، ولكن من جهة أخرى هناك اتفاقيات وقعت مع أوبك وروسيا والدول المصدرة للبترول تتعلق بخفض الإمدادات، هذا من جهة. من جهة أخرى إن كان هناك تهديدات عسكرية، كيف يمكن أن تتعامل المملكة مع ذلك، خصوصا وأنها القريبة جغرافيا من إيران، هذا من جهة، وخصوصا وأن المملكة أيضا والرياض بالتحديد العاصمة تتعرض لضغوطات عن طريق صواريخ عسكرية تطلق من اليمن من قبل الحوثيين وضغوطات عسكرية عديدة؟ نعم، يعني اولا يعني انا سبق وذكرت وهذه سياسه المملكه، هو النهج السلام يعني في اي مكان، ولكن لا شك انه المملكه عندها القدره يعني من ناحيه يعني زياده الانتاج النفطي بما لا يؤثر على الاسواق العالميه، واعتقد ان المملكه اتخذت هذا القرار يعني. ومن ناحيه العسكريه لا شك أن المملكة دائما في حالة استعداد، ونحن نعلم حجم العداء الإيراني للمملكة ومحاولاتها الحثيثة لزعزعة استقرار المملكة، هذا مؤكد. ولكن المملكة عندها يعني ولله الحمد القدرة يعني من ناحية القدرة العسكرية بحماية نفسها وحماية مصالحها في أي مكان، هذا مؤكد. ويعني ولا شك أنه نحن في المملكة العربية السعودية ندرك حجم وخطورة يعني ما يحدث، ولا سيما أنه إيران قد يعني رغم أنه هذا بعيد يعني، ومثل ما تحدث ضيوفك بأن يعتبر انتحار سياسي إذا ما أقدمت على إقلاق مضيق هرمز، ولكن إذا ما أقدمت على هذه الخطوة المملكة مستعدة يعني، سواء كان من ناحية عسكرية، من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، ونعلم خطورة إيران، ولكن لدينا الحمد لله القدره الكافيه لحمايه مصالحنا، هذا من ناحيه يعني الضغوط التي تتعرض لها الرياض. اذا كنت تقصد من قبل روسيا، نحن وروسيا لدينا مصالح مشتركه، ولا شك انه المملكه سوف تزيد بما يغطي يعني النقص في اسواق النفط، ولن تؤثر على يعني مجمل يعني سواء كان يعني بما يخلق فائض نفط وبالتالي يؤثر على اسعار النفط، لا،
وهو القدر الكافي. لذلك يعني نتمنى نحن أن لا تتهور إيران وتقدم على خطوة خطيرة ستكون نتائجها نعم تتأثر المنطقة لا شك في ذلك، ولكن ستكون نتائجها العسكرية والاقتصادية على إيران مدمرة بشكل كبير جدا. نعم دكتور مئير، إلى أي مدى يملك النظام الإيراني القدرة على الصمود هذا من جهة؟ من جهة أخرى، على ماذا يعول هذا النظام في نهاية المطاف إذا ما فرضت العقوبات على جميع الدول المستوردة للنفط؟ حتى تركيا الآن بدأت تحاول لربما البحث عن بديل فيما يتعلق بهذه النقطة وتتوجه إلى العراق أيضا. يصعب أن نتنبأ كم من الوقت سيصمد الإيرانيون وكم سيصمدون. يجب أن نذكر أن فنزويلا في وضع أسوأ بكثير من إيران والنظام لم ينهار بعد. يوجد لدى النظام الإيراني الكثير من الفائض والاحتياطي من العملة الأجنبية رغم العلاقات مع تركيا. لا أعتقد أنهم فقدوا الأمل بأنهم سيتمكنوا من التغلب على جزء من العقوبات عبر تركيا والعراق. يجب أن نذكر أنه في العراق وفي تركيا يوجد فساد معين قد يساهم في بعض بتهريب النفط الإيراني. عدا عن ذلك يوجد لديها علاقات في ماليزيا قد ربما تساعدها في التغلب على العقوبات. لذلك لدى الإيرانيين أدوات على الأقل ليؤمنوا بأنهم يستطيعون التغلب عليها. كيف تنظر القيادة الإيرانية إلى ذلك؟ هي قد ستجد أنفسها في نهاية المطاف في أزمة كبيرة جدا، ولكن يجب أن نذكر أنه بالنسبة لزعماء كخمينائي يمكن أن أقول أن عدائه للأمريكيين أو عدم إيمانه أو ثقته بالأمريكيين هو كبير إلى درجة، لأنه بالنسبة له إذا كان هناك تنازل اليوم هو إذلال لن يتمكن من المضي به، لأن ذلك بالنسبة له سيهدد النظام. لذلك أرجح أن خمينائي سيمضي قدر الإمكان بالمضي بالصمود ضد العقوبات حتى يواجه حالة أنه على شفير الانهيار، وفقط حينها ربما يقوم بتغيير رأيه. يجب أن نذكر فنزويلا، لا نعرف كيف يشرح الإيرانيون ذلك، كيف ينظرون إلى الأمور، ماذا يقولونه للخارج، ما يقولون في الداخل، كيف يحللون الوضع. وبالطبع يوجد هناك اختلاف بين الواقع في الميدان وبين التحليل. ذلك يمكن أن نعرف كيف سيؤثر ذلك على السياسة الإيرانية للمدى البعيد. نعم سيد موسى، أنتقل إليك ونقطة ذكرتها أنت فيما يتعلق بالتباهي الإيراني بالصمود، صمدت أيضا فيما يتعلق بعقوبات سابقة وتتحدث عن صمود مماثل لهذه النقطة. هل تعتقد بأن النظام الإيراني في نهاية المطاف يماطل في الوقت ويحاول أن يلعب على وتر الوقت حتى الانتخابات الأمريكية، وكأنه يعول على تغيير ما في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن الأمور في الإدارة الأمريكية تتغير فيما يتعلق بالتوجه للملف الإيراني؟ نعم هذا حقيقة أحد يعني السبل والطرق التي تنتهجها إيران، لكن المشكلة الآن يعني كثير من القضايا التي تطرحها الولايات المتحدة دولة الرئيس ترامب هي أمور تتفق معها إدارات أخرى، يعني تتفق معها أوروبا. مثلا زعزعة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، هذا مطلب البريطانيين والفرنسيين والألمان وكل الدول الأوروبية طالبت إيران بوقف هذه الأنشطة المخربة المدمرة للمنطقة، يعني النعرات الطائفية، زرع الفتنة، التدخل السافر في الدول، هذا كله حقيقة متفق عليه حتى غير الولايات المتحدة. داخل الولايات المتحدة أيضا هناك أصوات من كل الأحزاب من الحزبين الأمريكيين تطالب إيران بوقف أنشطتها. إيران تحاول تراهن يعني على ضياع الوقت وبعدين تقول لكل حادث حديث، لكن هذا حقيقة لن ينسجم مع الوضع الداخلي الإيراني. الوضع الداخلي الإيراني منهار جدا، إيران الآن غير قادرة حتى من توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبها. الآن اليوم الصندوق الدولي البنك الدولي اليوم حذر إيران من أن إيران سيصيبها تضخم أكثر من 50%، معناها إيران على وشك انهيار حقيقة. وهذه الأمور إن كانت في السابق إيران تلتف عليها، إيران لم تصل إلى هذه المرحلة. هناك مظاهرات،
هناك مشاكل، هناك اعتصامات بالشركات الصناعية، حركة عمالية وسيعة داخل إيران، مطالب الشعوب غير الفارسية إلى وصلت إلى ذروتها في كردستان، في الأهواز، في بلوشستان، في كل مناطق إيران الآن توتر موجود. وحقيقة لا أدري هذا النظام كيف يريد أن يحلحل هذه المشاكل بهذه الخطابات الرنانة التهديدية التي لا تغني ولا لا تغني عن جوع ولا تسمن ولا الجدوى لها في السياسة الدولية اليوم. يعني حقيقة لا أعرف كيف يريدون أن يجتازون هذه المرحلة. سيد لغبان، أنتقل إليك من جديد. ذكرت نقطة روسيا ولكن أسلط الضوء عليها. إيران تحدثت عن مناورة عسكرية مرتقبة جديدة ما بين القوات الروسية والإيرانية في البحر الجنوبي لإيران، أي في منطقة بحر الخليج العربي. كيف تقرؤون أيضا هذا النبأ؟ نعم، ولكن يجب أن ندرك يعني حقيقة يعني مناورة عسكرية هذه بين إيران وروسيا يعني لا أعتقد أنها موجهة لدول الخليج بشكل مباشر بقدر ما هي رسالة ربما تكون لأمريكا. ولكن أيضا يجب أن ننظر، لا يوجد تحالف استراتيجي بين إيران وروسيا يعني بعميق التحالف الاستراتيجي العسكري الذي من الممكن أن يعني حتى تعول عليه إيران الخروج من العقوبات أو محاولة الضغط على أمريكا من أجل أنه تخفيف على الأقل العقوبات. فلذلك يعني نحن أعتقد يعني حول لا شك أنه قيادة في المملكة العربية السعودية وبشكل خاص محمد بن سلمان يرتبط بعلاقات خاصة مع روسيا والرئيس الروسي بشكل خاص، فلا أعتقد أنه هذه المناورات هي رسالة أو تهديد لدول الخليج. ولكن من جانب آخر أنا يعني أنا أرى أنه إيران اليوم أمامها خيارين اثنين، يعني إما خيار الحرب وهي حرب مدمرة ولا شك أنها تتأثر سوف تتأثر دول الخليج بهذا ولكن على المدى القصير، والخيار الثاني هو السلام. السلام أتصور أنه مثل ما ذكرتك في السابق أنه إيران اليوم أمام حقيقة، هذه الحقيقة إما مواجهة عسكرية لأنه الوضع الاقتصادي في إيران سيء جدا وهو معرض للانهيار وبالتالي انهيار النظام، لذلك الخيار الأول أو الخيار الثاني هو السلام مع جيرانها وبالتالي بمن ضمنها السلام حتى مع لما يسمى بصفقة القرن أن توافق عليها. وأعتقد أنه هذه أحد هي ربما تكون الوسائل الغير مباشرة للضغط على إيران لتخفيف تهديدها بشكل خاص لإسرائيل ودول الخليج بشكل عام. لذلك حول سؤالك حول المناورات هي لا تشكل حقيقة رسالة لنا بقدر لأننا نرتبط بعلاقات استراتيجية مع روسيا، وأعتقد أنها يعني هي عنوان إعلامي أكثر منها فعل عسكري من الممكن أن يؤثر أو من الممكن أن تتراجع الولايات المتحدة. وبتصوري أن الولايات المتحدة لا أعتقد أنه سوف تتراجع لأنه تراجعها ربما يفهم منه بشكل مغاير، ربما هذا التراجع يجعل إيران تتمادى بسياساتها العدوانية تجاه المنطقة. نعم. سيد مير، أنتقل إليك من جديد. سيد لغبان ذكر نقطة مهمة تتعلق بالخلافات ما بين إيران وروسيا فيما يتعلق بعدة نقاط وقد يكون من بينها سوريا. فيما يتعلق بهذا الملف ككل شاهدنا نوع من الصمت الروسي حيال هذه العقوبات، وهناك من قال بأن روسيا في نهاية المطاف هي أحد المستفيدين من هذه العقوبات المتشددة على إيران. كيف يمكن أن نقرأ ذلك أيضا؟ أنا أخشى روسيا. أعتقد أن روسيا تواجه معضلة، من ناحية روسية تدعم اتفاق النووي الذي تم توقيع عليه مع إيران، وروسيا لا ترغب بأن تستفيد الولايات المتحدة بما تفعله، لذلك لا يوجد مصلحة بأن يخرج ترامب منتصرا من هذه المسألة. من ناحية أخرى يوجد بين إيران وروسيا توافقات ومصالح مشتركة بالعديد من الشؤون ضد داعش، ضد الأمريكيين في بحر قزوين وغير ذلك. وصحيح أن روسيا وإيران هم خصوم في سوريا، ولكن روسيا بحاجة لإيران في سوريا لكي تقمع الثوار، ولكن من ناحية أخرى هناك منافسة اقتصادية. لذلك أقول أن الروس في معضلة، فهم من ناحية يجيبون ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي، ومن ناحية أخرى هم لا يرغبون اليوم أن يدخلوا في مجادلة مع ترامب في المسألة الإيرانية. أتفق مع الضيف من السعودية والذي قال أن التدريب الروسي الإيراني لا موجه ضد الأمريكيين، وإنما
يوجهون للإظهار أن الإيرانيين أقوياء، وبالطبع روسيا تلعب بكافة البطاقات مع الإيرانيين، مع الأتراك، مع الإسرائيليين، مع الأمريكيين. روسيا تلعب بكافة البطاقات لكي تحافظ على مصالحها. نعم دكتور مئير لدفك رئيس مركز ألاينس الدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الشكر لموصولك السيد عبد الحميد لغبين الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معي عبر خدمة سكايب من الرياض. وأيضا الشكر موصول لك السيد موسى الشريفي خبير الشؤون الإيرانية، كنت معي عبر استديوهاتنا من لندن، شكرا على هذه المداخلة. مشاهدي الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونكمل هذا المساء، فابقوا معنا.